عسلامة. وصفتي متاع اليوم هي ريد فيلفت براونيز تشيز كيك. هي عبارة على جاتو براونيز عادية، وصفة عادية، وفيها طبقة من الفوق اللي هي تشيز، جبن، الفرماج، وريد فيلفت على خاطر باش نعملوها حمراء. ونجمو نعملوها في لي سون فالونتان، نجمو نعملوها في الايامات العادية، نجمو تعملوها وقت اللي تحبو. وصفة بنينة برشا وسهلة. خلينا نشوفو مع بعضنا المقادير اللي باش نستحقوهم وكيفاش باش نعملوها. المقادير اللي حاجتنا بيهم هو اليوم باش نحسبو بالكيس. المقياس متاعنا هو الكوب، نص كوب زبدة لازم تكون طرية بحرارة الغرفة، نص كوب سكر، ملعقة صغيرة ولا نص ملعقة صغيرة ملح، يعني رشة ملح تكفي، زوز عظمات، زوز بيضات، 3/4 يعني كيس ناقص ربع فارينة، 3 مغارف كبار كاكاو أكحل يعني كاكاو غامق بتاع الجاتو، مغرفة كبيرة فانيليا. والطبقة اللي باش نزينو بها هي 200 غرام جبن فيلادلفيا، أبا نوع جبن، نجمو تستعملو أي نوع جبن آخر أبيض، عظمة اللي هي بيضة، و3 مغارف كبار سكر، ومغرفة فاني. خلينا نشوفو كيفاش باش نعملوها. لهنا باش نوريكم الكيس اللي قصت بيه. نجمو تاخذوا اي كيس عندكم تقيسوا بيه. لهنا حطيت الزبده، زدتها السكر. الكيس هو يرفع 240 مليليتر، يعني تنجمو تاخذوا كيس اللي تشربوا بيه العادي. لهنا باش نزيد الفانيليا وباش نركضهم مع بعضهم بالكدا، رشة الملح، عظمة الأولى والثانية زدتهم، وباش نخلطهم مع بعضهم. نركزوهم بالكدا بالكدا مع بعضهم. لهنا باش نزيد الكاكاو، هذا الكاكاو الأكحل نتاع الجاتوات، بالطبيعة مش الكاكاو اللي نشربوه مع الحليب، هذا كان ما يجيش خاطر فيه برشا سكر، هذا كاكاو بور يعني صافي. باش نركضوهم زادا مع بعضهم، نحاول نخلط شوية من اللول باش ما يطيرش الكاكاو الكل في الكوجينة. هنا باش نزيد الفارينة، ونركضوهم لهنا بالكتاب بالكتاب. باش نزيد الكولوران الملون الاحمر، اني نستعمل ديكو باك، وباش نستعمل زيادة متاع فيلتون، اي نوع كولوران نجمو تحطوه. وباش نخلطوها بالبداية، وكل مرة باش نزيد بشوية بشوية الملون حتى نتحصل على اللون اللي اني حاجتي بيه اللي هو احمر غامق، هذا الكولوران فيلتون اللي نستعمل فيه. ولهنا بعد ما خلطت المكونات وخلطت الكولورات حصلت على اللون هذا. باش نحي قيمة زوز مغارف كبار من العجينة بتاعنا على جنب، باش نستحقوها من بعد للزينة. وباش ناخد البلاتو اللي باش ندخله للفور، نحط فيه البراونيز، الخليط بتاع البراونيز بتاعي. الخليط الاول هذا هو خليط البراونيز، وبعد باش نعملو الخليط بتاع الفرماج. لهنا باش نستويه، وباش نخليه على جنب، باش نحضر الجبن بتاعي، الخليط بتاع الجبن بالطبيعة.
وبعد نرجعوا له. هنا اللي عملت الخليط بتاع الجبن، هذه التصويرة الأولى، وبعد باش نوريكم كيفاش باش نعملوه، باش ناخد جبن فيلادلفيا تقريبا 200 غرام، باش نحاول نطريها شوية، لازم تكون طرية هيك، علاش لازم نخرجوها قبل بشوية وقت باش نزيدوها الفانيليا. وهنا نزيدوها السكر والعظمة ونخلطوهم مع بعضهم بالقدا حتى يولي عندنا خليط متجانس. وما لازموش يكون جاري، لازم يكون شوية عاقد. لهنا باش نحطه فوق البراونيز متاعي بسياسة باش ما يتخلطوش مع بعضهم، نحاول نفرق في الجنبات الكل، وباش نستويه بسباتول والخليط نتاع البراونيز اللي خليناه قيمة 2 مغارف على جنب، باش نحطوه شوية شوية نفرقوه فوق الجبن، ومن بعد بسكينة جويدة ولا كوردون، يعني عود خشب ولا نتاع الشبيز ولا أي نوع، حتى قفاه سكينة قفاه مغرفة أي حاجة جويدة عندكم، نحاولوا نحركوا شوية هيك الخليط بتاع البراونيز مع الجبن، نحاولوا نعملوا أشكال، يعني اني عملت على الهامش ما عملتهاش يعني منظمة ولا حاجة كما قاعدين تشوفوا. لاني الطبق بتاعنا حضر مش ندخلوه للفور، اني عملت زوز انواع زوز طبوقة، يعني كما تشوفوا واحد مدور واحد كاري، نسيت ما كملت صورت مدورة، ما مش مشكل كملت صورت لكم الكاري، باش ندخله على 180 درجة نار متوسطة، وإذا حسيتوه حمار برشا من الفوق حاولوا نقصوا النار حتى 150 درجة، وخليوه لمدة تقريب ياخو نص ساعة، 30 دقيقة، 25 دقيقة ماكسيموم، وباش نخليوه يبرد بالكدا. يعني لهنا باش نحاول نقصه على شكل قلوب لسوغ فالونتا، فكرة لهنا القالب عندي بالماركة كايزا كيما تشوفوا، تنجمو تعملوا اي شكل تحبوا عليه، تنجمو تخليوها هكاكا. باش نغطس القالب بتاعي في السكر المحور باش ما يلصقليش، بالطبيعة بعد ما برد الجاتو بالكدي، ونشكلها على الاشكال اللي تحبوا عليها، باش نقص اني شوية قلوب، وباش نخلي كيما تشوفوا، وباش نخلي شوية كارو نورمال، يعني شوية ديكوراسيون. هذه هي الوصفة بتاع البراونيز تشيز كيك، إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تجربوها، ونقولكم بسلامة.